ازيكم عاملين ايه؟ انا بعمل الفيديو ده عشان جمهور الزمالك يعرف الحقيقه. انا بس عشان عندي نقط كثيره اتكلم فيها فسامحوني يعني منكم لو بص في الورقه انا بقرا التاني يعني. بالنسبه لموضوع الاصابه انا اصبت 8 يناير. دكتور النادي شخصني كازمه قويه واني محتاج تقريبا من 4 لـ5 اسابيع. بعد كده اخدت اذن من امير مرتضى تنسيق مع الدكتور بتاعي مع دكتور النادي ان اشتغل التقييم بتاعي بره. ودي حاجه مش اول مره اعملها، بقالي يعني طول الوقت بعمل كده عشان ببقى محتاج حد مركز معايا بنسبه 100%. ودي حاجه ممكن ما تحققش في النادي عشان الاستاف الطبي او الناس اللي شغالين في الجهاز الطبي مسؤولين عن كل اللعيبه مش مسؤولين عن انا بس. اشتغلت في تأهيل ووصلنا لاخر فبراير ما حسيتش بتحسن يعني. فقلت اخد راي دكتورين تانيين في مصر وكان تشخيصهم للاصابه ان مش كلمه خالص، ان التشخيص صح اللي انا كنت نزلت لكم على انستجرام. وبعدها اضطريت ان انا ابتدي التقليل من الاول. قبل ماتش الوداد في المغرب مستر كارتيرون كان عارف اني مش جاهز، اني لسه بكمل التقليل. بعد كده الاستاذ مرتضى وامير طلبوا مني ان انا اسافر مع الفريق علشان اسندهم معنويا. فطلبت من الامير ان هو يكلم دكتور التقرير بتاع النادي عشان يشتغل معايا هناك في المغرب وما تاخرش اكتر من كده. الامير كلمني وقال لي ان دكتور التقرير بتاع النادي عنده حاله وفاه ومش هيقدر يسافر معانا. وقال لي طارق اقعد كمل تقريرك في مصر، يعني مش زي ما اتقال ان انا احطك بالطياره. وقبل ماتش الوداد في مصر مستر فيريرا قال لي انا محتاجك في المعسكر ككابتن من كباتن الفرقه. دخلت المعسكر بالاتفاق مع مستر فيريرا ان اكون في المعسكر بس ما اكونش في قائمه الماتش، لان الراجل كان وجهه نظره ان ما ينفعش بعد غياب اكتر من شهرين ان ارجع على ماتش مصيري زي ده. قبل ماتش بيترو اتلتيكو قعدت مع المدرب واتفقنا ان انا اخد جزء من الماتش. فعلا لعبت حوالي 20 دقيقه او 30 دقيقه مش فاكر قوي، وبعدها رجعت العب في الدوري بشكل عادي جدا. بعد كل ماتش في الدوري كنت بحس بألم، وكان الألم عندي بيزيد من الماتش للتاني وبسبب ان الفرقه كانت محتاجه كل حد فينا. يعني فضلت ان انا العب واكمل يعني ما حبيتش ان اخد في الملعب في التوقيت ده. وكنت دايما ان انا حاسس ان ده اصلا ما كانش مستواي الطبيعي واكيد من شفت ده. واللي مش يعني مش مصدقني ممكن يجيب الـ8 ماتشات اللي انا لعبتهم ويشوف ادائي فيهم كان عامل ازاي. لما خدت المدرب التالت في ماتش انبي طلبت من مستر فيريرا ان انا اسافر المنصوره علشان في دكتور اسمه احمد حسين، ده دكتور عنده خبره 25 سنه من المعلق واشتغل معايا بقاله سنين. في نفس الوقت وكيلي تواصل مع روبن دكتور التقرير الاسباني. يعني قصه المنصوره واسبانيا انا يعني كنت بحاول في كل الاتجاهات لان كان وقتي ضيق. بعد كده روبن طلع متاح ان اشتغل معاه بس بره مصر. بعدها اخدت موافقه من الاداره ان انا اسافر المانيا اكشف. وعلى فكره الموافقه كانت بتاريخ السفر وما كانش فيها مده محدده لاننا كنا لسه مش عارفين حاجه. فموضوع الاسبوع اللي فات ده مش حقيقي. لما رحت المانيا اكشف الدكتور قال لي ان ما كانش ينفع تنزل الملعب دلوقتي خالص. وكتب لي على برنامج تأهيلي اللي هينفذه روبن. كلمت روبن واتصلت معاه ان هو ان احنا ننفذ البرنامج ده في مصر. روبن طلع مرتبط بشغل في اسبانيا واضطريت ان انا اسافر. برنامج التأهيل بتاعي كان يبدا يوم 22/5 وينتهي في اواخر شهر 6. بالمناسبه انا سافرت وتحملت كل مصاريف السفر والعلاج على حسابي الشخصي وده مش من الطبيعي. بدل الموضوع كان فيه سفر كان لازم النادي يبعت معايا حد وده ما حصلش. وانا في اسبانيا بعت لدكتور النادي وبلغته ببرنامج التأهيل وميعاد رجوعي. فالنادي كان عارف كل خطواتي من وانا هناك. ولما رجعت قدمت كل الورق اللي يثبت ان انا كنت بتأهل. وبعدها كنت جاهز للمشاركه. وقرار عدم مشاركتي كان قرار فني واداري وانا بحترمه وما عنديش اي مشكله. نيجي بقى لموضوع التجديد. انا قعدت مع لجنه الكابتن حسين نبيل والناس تعاملوا معايا بمنتهى الاحترام. ما اختلفناش على اي حاجه خالص. مسألة التجديد دي كانت مجرد وقت لأن الناس كانوا ساعتها بيتكلموا مع كذا لعيب في التجديد، واللي كان اتفاق بيني وبينهم إن أنا بقى آخر لعيب والناس اللي موجودة ممكن يأكلوا لكم كلامي.
بعدها قال لي انا مشيت ترجع مجلس الاداره القديم في نوفمبر. من نوفمبر لمارس محدش من مجلس الاداره كلمني في اي تجديد ولا قعد معايا. يوم 3 مارس رئيس النادي كلمني، رحت له انا وكيلي، يعني اول لما قال لي لو اول لما اتقال لي تعالى نقعد رحت وقعدت. وعايز اقول لكم ان الرقم اللي اتقال في الاعلام ما طلعتش عليا نهائيا، اصلا المفروض الحاجات دي تكون سريه. كل اللي طلبته هو التفكير، وده حق الطبيعي زي اي انسان بياخد قرار مهم في حياته. بعدها بكام يوم دخلنا معسكر ماتش جوديال في مصر. كنا مركزين، مفيش تفكير غير في الماتش. قبل الماتش يخلص فوجئت ان النادي بيعلن في الاعلام انه مش هيجدد. يعني انا قعدت سمعت طلبت مهله للتفكير، دخلت المعسكر، قبل ما اخرج من باب الاستاد قالوا لي ان الزمالك قرر انه مش هيجدد لك. ففهمت ان ما كانش في نيه حقيقيه للتجديد، وان ده كان مجرد شغل كده بنعمله عشان نقنع الناس ان احنا بنحارب. وقبل ما افهم من تهمه المماطله والمساومه لقيت مؤتمر صحفي معمول بيتقال فيه اني متمرد وخايف ومتهرب، وان السبب خروج الزمالك من افريقيا، وان كنت سليم، وان رفضت اركب الطياره. حتى لو احنا عارفين ان اللاعب ده بيحب النادي وشال النادي وموت نفسه بقاله 7 سنين، فاحنا ما عندناش اي مشكله ان احنا نطلع نكذب وندمر تاريخه وصورته. زي في 2018 لما رجعت من كاس العالم فوجئت ان النادي بعت الاستغناء بتاعي لبيراميدز، وانا اللي رفضت امشي من نادي الزمالك، وتعرض عليا وقتها رقم خيالي مستحيل حد يرفضه، وانا اللي صممت ان اكمل لان وقتها كنت انا صاحب القرار. على ورقه بتقول انها غرامات، وفي الحقيقه مش غرامات، هي مستحقات. وانا عايز اقول لكم حاجه، انا اخر حاجه كنت ممكن اتخيلها لحد دلوقتي انا مش قادر اتخيلها، ان جمهور الزمالك يشكك في حب وانتماء. ممكن تختلف معايا في اي حاجه، لكن حب وانتماء اكيد لا. انا ما كنتش احب اقول كده، بس انا راجل نزلت في الملعب وما رضيتش اطلع. لو كنت اقدر اعمل اكتر من كده كنت عملت، عشان خاطر الزمالك وجمهور. اللي لازم تعرفوه انت لا يمكن يسيب صورتي قدامكم بالشكل ده غير لما اطلع اقول لكم الحقيقه، عشان انتوا عارفين حاجه عني. انتوا ناس شلتوني في دماغكم سنين، انا بقى انسان قليل اصلا. النهارده لو جيت سلمت واتكبرت على الناس اللي عملوا اسمي، اللي عملتوه معايا كان كبير قوي، يمكن كتير عليا. انتوا وقفتوا معايا في كل الاوقات، وكنتوا دايما ضهر وسند ليا.